النظافة على قولي يعني 98%، يعني أما التوزيع نعطي سيارات يعني اللي جايين بصوته. إحنا إذا نشرب قعدنا اللي هو كيس القمامة، بعدين نجي البلدية تشيل جميع النقاط. عندنا سلاسل القمامة هني وعندنا سلاسل القمامة هناك، وبالدور إحنا نتناوب عليها. عندنا الشباب والبنات، لو بتلاحظين حتى مكاننا نظيف، اي وسخ ينقط، ما ينقط على الارض، ينقط دايركت في القمامه، كلنا يد واحده. النظافه عندنا هني كل شيء مرتب، خلين كاس حق النظافه على الجنب، وكل شيء ينقط في داخل، ما نجيب نقط في الشارع. انا طبعا من اهل المنطقه والحمد لله يعني مستانسين فيهم. لا النظافه الحمد لله من احسن ما يكون، يعني انا حتى لاحظت عقب ما خلصت الجوله الاولى ما شاء الله المنظمين الاصحاب المقار الانتخابيه نظفوا مكانهم، شالوا الكراسي، شالوا كل شيء، الحمد لله المكان نظيف.